بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. طب بعد فهمت اللاعب وفجاه تلاقي منشور جه الاتحاد التونسي على فيسبوك بيقول لك مبروك يا معلم، الجامعه التونسيه بتعلن ان هي هتلعب ماتش ودي مع منتخب الجزائر للاكابر. ليه يا اسطى؟ طب انت عارف لو لعبت مع منتخب الجزائر تحت 20 سنه كنا قلنا ماشي يا معلم، الراجل بيجهز نفسه لكاس العالم وبيجهز نفسه لفعاليات كاس العالم بان هو بيلعب ماتش ودي مع منتخب الجزائر، انما ليه منتخب الجزائر للاكابر؟ سؤال مهم معلش. يعني انت التصنيف ال 30 والجزائر التصنيف ال 34، ليه تلعب فرق اقل منك في التصنيف؟ وليه لمؤاخذه يعني تكون بتلعب منتخب عربي؟ ليه ما تلعبش مثلا منتخب اوروبي، تلعب منتخب افريقي؟ ما عندكش اي عروض خالص جايه، يعني ما عندكش اي عروض خالص جايه ان هم يلعبوا المنتخب التونسي؟ مع المنتخب التونسي منتخب لسه طالع من كاس عالم وكان موجود في كاس عالم وادى بشكل كويس وكسب فرنسا، فلا مؤاخذه لو انت عايز تعمل ماتشات وديه قويه هتعمل، انما عشان خاطر انكر وديع الجريء مش عايز يعمل ماتشات وديه وعايز يعمل ماتشات تبقى على نفقه الاخرين. بنسبه كبيره الاتحاد التونسي ياخد فلوس من موضوع ماتش الجزائر ده، لان انت مش هتروح تلعب قدام الجزائر في عنابه في شهر مايو يوم في شهر يونيو يوم 20 ببلاش. خلينا نكون منطقيين في الحته دي، اكيد الاتحاد التونسي هياخد له فلوس من ورا الماتش الودي ده، غير كده الاتحاد التونسي الفكره تبقى خسرانه. يعني لا مؤاخذه يعني لو انت ما خدتش فلوس او لا مؤاخذه برضه ما استفدتش اي استفاده ماليه من المباراه غير ان انت الطيران هيبقى على حسابهم، الكلام هيبقى بالنسبه لك فاضي، الكلام هيبقى فاضي قوي. اللي هو انت متخيل انك ما لقيتش ماتش المنتخب تونس غير انك تروح تلعب الجزائر في الجزائر لمجرد بس ان نفقه الطيران على حسابهم، اللي هو يا جدعان الرخص ده. لا عزيزي ابتسم، انت في عقد وديع الجريء عادي، كل الحاجات اللي بتحصل دي غريبه جدا بالنسبه لاي حد، انما بالنسبه للاتحاد المصري والاتحاد التونسي لا ولا غريبه ولا حاجه. الاتحاد الجزائري بقى جاله ماتش تونس ده اللي هو على الطبطاب، اللي هو بص انا عايز اعمل اي ماتش ودي، عايز اعمل ماتش ودي كده معدي قدامي، معلش تونس اهلا وسهلا اخواتنا، اهلا بيكم يا باشا نلعب مع بعض ماتش ودي. هل المباراه تكون مفيده فنيا؟ والله غالي، انا اخر ماتشين اتفرجت لهم على منتخب الجزائر وتونس، منتخب تونس كان بيدافع والمباراه ما عجبتش انصاره والدنيا كانت 62 ميله، فانا ما هو زعلان، انا عايز افهم التجربه دي الاتحاد التونسي عاملها ليه؟ معلش التجربه دي الاتحاد التونسي عاملها ليه؟ اي نعم منتخب الجزائر لسه بيحاول يبني نفسه من اول وجديد، بس انت بسم الله ما شاء الله، ليه يا معلم؟ سؤال مهم بجد، ليه الاتحاد التونسي وافق على مباراه زي دي؟ الا زي ما قلت لك لو في فلوس هتدفع للاتحاد التونسي بشان مشاركه منتخب تونس في المباراه، واعتقد ان وقتها الحسبه ممكن تكون كسبانه. اي نعم فنيا هتلاقي ضرب عربي وكلام كبير وفي الاخر هتلاقي الاداء الفني داخل الملعب بطيخ، بس عادي معلم ما فيش اي مشكله، ده العادي وده اللي متوقعينه كلنا عزيزي. هيجي الحكايه بقى، انت شايف ان منتخب تونس وافق على المباراه ليه؟ اه يا اسطى انا جاي اتكلم على منتخب تونس مش جاي اتكلم على منتخبات ثانيه. اه احنا هنا في مقاطعه حاطين صور ورانا، اه بس في مقاطعات حضرتك. شايف الليله دي رايحة فين وجاية منين وليه منتخب تونس عايز يلعب الجزائر في يونيو؟ هل لأن هو ملقاش عروض غير كده؟ أو هل لأن المباراة في الجزائر وأنت مش هتلعبها على ملاعب تونسية ولا هتحتاج موافقات أمنية ولا أي حاجة؟ أو ليه؟ أسئلة كتير ونفسك تلاقي لها إجابة ولا عارف تلاقي لها إجابة، ليه؟ لأن أنت في عهد وديع الجريء. ابتسم يا معلم، ده الطبيعي والمنطقي عندك حاليا.